أهم 5 مواقع لصناع المحتوى بتقدم لك فيديوهات مجانية وبدقة عالية لتقدر تستخدمها بكل فيديوهاتك، سواء كان على السوشيال ميديا أو للاستخدام التجاري. يلا نشوف. الموقع الأول طبعا هو موقع معروف جدا، موقع بيكسلز. بيكسلز موقع جدا 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 رائع، فيك تكتب انت اي شيء بيخطر على بالك، طبعا اعطيك كلمات مفتاحية هو، وفيك تكتب انت اي شيء بيخطر على بالك. مثلا فيتنس، خلينا نكتب مع بعض فيتنس، نبحث، تكتب اي شيء، نوع من انواع الفيديوهات اللي بتخطر على بالك وبتبحث عنها. أعطانا كمية كتير كبيرة من الفيديوهات واللي هي حوالي 9000 أو 10000 فيديو، وكلهم بدقة عالية جدا. طبعا الشيء الحلو إنك تحسن تختار أي فيديو من هدول الفيديوهات، مجرد ما إنك تجي على الأيقونة هاي تبعيتها هون فيك تنزلها بشكل سريع فورا، يعني مجرد ما نضغط نحن هون على الأيقونة فيك تنزلها، أو مجرد نحن ما نضغط على الفيديو بشكل عام هو هيفتح لك الفيديو بواجهة كبيرة، بعدين ممكن نحن نعطيه فري داونلود. ممكن نكبس، قبل ما نكبس الفري داونلود هو بيعطيك اياها بعده احجام، يعني بدك اياه انت حجمه صغير وسط كبير، يعطيك كل الكواليتي من ال 4K لل 1920 1080 لل اس دي لل اتش دي، تختار انت اللي بيناسبك بالنسبه للفيديوهات تبعتك وبتعطيه داونلود. فهو من المواقع القويه جدا جدا موقع بيكسلز. الموقع الثاني واللي هو معروف كثير واللي هو ميكس كيت. ميكس كيت موقع جدا جدا مشهور، بيعطيك فيديوهات او بيعطيك خامات ماتيريالز كبيره كثير وبدقه عاليه كثير. كمان الموقع نفس الشيء مخصص فيه سيرش الفيديو، تختار انت الفيديو اللي بتلاقيه مناسب او بتبحث عن حسب التابات الموجوده عندك هون، فيك تختار انت من التابات او تكتب اي شيء انت من عندك، تكتب هون بالسيرش، تختار اي فيديو حابب تنزله لتستخدمه عندك بالفيديوهات. على سبيل المثال هذا مثلا، لاحظوا هون بيكتب لك هو الدقه اذا كان دقه اتش دي او دقه 4K. هلا هاي حاطط لك اياها 4K مثل ما لك شايف، اعطيك انه عندك اتش دي، عندك فول اتش دي، اعطيك عندك 4K، اختار انت اي دقه اللي بدك اياها وبتعطيه داونلود فري حتى ينزل عندك وتستخدمه بالفيديوهات. الموقع الثالث كمان واللي هو موقع جميل جدا واللي هو اسمه بي اكس. بي اكس مجرد ما نكتب بالانترنت بي اكس بيطلع لك، وهو لكن بالمعنى الاصح هو بيكسابي، هو الموقع اسمه بيكسابي لكن الاختصار تبعه هون بي اكس. كمان بتختار الفيديو حسب السيرش الموجود اللي حابب تختاره انت، مثل هذا على سبيل المثال عندنا هذا الفيديو كله ستوكس، في ستوكس يعني جدا ضخمه بهي المواقع، بالإضافة إلى قياسات مختلفة وبالإضافة إلى أحجام مختلفة سواء 4K أو ما ذلك، بعدين نعطيه فري داونلود. طبعا ممكن كل المواقع يطلب منك أنك تعمل تسجيل دخول، أي أمر بسيط يعني أنك تعمل مجرد تسجيل دخول عبر حساب أو إيميل من عندك، فأنت تدخل وبتنزل اللي بدك إياه. الموقع الرابع اللي عندنا إياه للتحميل المجاني واللي هو كفر. كفر مثل ما احنا شايفين في عنده تابس كتير كبيره، ناتشرز، بيبل، بزنس، وورك، فيتنس، اي شيء حيوانات، لو انك كنت فاتح على الحيوانات اي فيديو من الحيوانات كمان ممكن، مجرد ما انك تعطيه بالعلامه هاي او تضغط عليه فهو بيعطيك اشاره للداونلود، انت بتنزله بالفري داونلود مثل ما لو حاطط لك هون، سواء بيعطيك نسخه الفول اتش دي او الاوريجينال اللي هي 4K، يعني مصور بصيغتين انت بتختار الشيء اللي بدك اياه. فمواقع هي ممكن نستخدمها كتير احنا بتظبيط الفيديوهات تبعتنا بشكل عام. الموقع الخامس والاخير واللي هو مشهور ومعروف غني عن التعريف واللي هو باكتيزي، بيعرفوا اكثر المصممين وبيشتغلوا بالفيديوهات بشكل كبير، فيو فوتو، فيو فيكتورز، فيو فيديو. على سبيل المثال عن الفيديو طبعا كمان ممكن تدخل بالماي كاونت، يطلب منك حساب تسجل حساب، لكن لما بتختار الفيديو اللي بتلاقيه بين الالاف الفيديوهات الموجوده، طبعا في منه مدفوع في منه فري، لكن
الفري موجود بشكل كتير كبير، انت مجرد ما انك تختار الفيديو اللي حابب او اللقطة اللي حابب تاخذها، فاني انت مجرد كل ما هنالك عليك انك تعمل فري داونلود. فري داونلود بينزل عندك بشكل سريع كتير. طبعا هذا الفيديو بحب، طبعا هذا موقع ممكن كمان نحكي انه فيه فيكتورز وفيه فوتو لتقدر كمان تستخدمه انت كصانع محتوى. وهيك بيكون شرحنا عن اهم المواقع المجانية اللي بتقدر تحمل منها فيديوهات لتساعدك بانشاء المحتوى تبعك. بتمنى من الجميع انه يعملوا لايك للفيديو وشير كله يوصل لكل الناس المهتمة بصناعة المحتوى او المبتدئين بمجال الجرافيك والديزاين. بذكر انه فيكم تدعموا القناة بالضغط على زر شكرا او زر ثانكس الموجود تحت كل فيديو جوات القناة تبعتي. واللي ما نوى يشترك بالقناة ياريت ينورنا ويشترك بالقناة لتوصل كل الدروس الجديدة. كان معكم هم ريس، كونوا بألف ألف خير.